قول يا ليل قول يا ليل. تحت ريتك خد نفس نفس أرجيلة. مين؟ أبو أسامة. أبو أسامة ما تبليش، الله يخليك. حكيم إيه حبيبي، كيف أبوك؟ منيح مختار، بسلم عليك. واللي بأبوك؟ بسلموا عليك كلهم. دخيلك لاقي لي حل مختار. حل بإيدك. أبو أسامة هذا أبو أسامة صاحبي، صاحبي من أنا وصغير، زهراوي وعشراوي. بس منيح بسليك لما تكون ساخن ومريض. ما ما بيتركني، ما بيفارقني. الله وكيلك، حتى بالمرض بيقعد حده. اه يا مختار بدك تنتبه على الكول. الكول هوا. بسيطه، خفف الكول. ايه الكول شغله مهمه انك تخفف عنها. خليني اقول لك شغله، انا الكول ما شربان بعمري. عمري دياب. تحت ريتك لا بصيبه. الكلمه هي رد على الله. انا بصيبه يا دي. مختار بدك تزور المختبر. مختبر استعمله. أبو سامي ليه مطبقين ايه هون؟ اكلين ها؟ اكلين اليوم؟ وبدك تنتبه لي على السكر. سكر بنات. يبدأني سكر ده أبو سامي دخيلك. مختار ايه؟ لأنه أهم شيء ما يصير معك اشتراكات. $50 شو هني ها؟ اشتراكات ديش. وحدش وحدش ما اشتراكات. دكتور خليني أقول لك شغلة. ايه تفضل. أنا أوقات عم حس بإمساك. اها إمساك ده كلام. مين؟ امسك يا سلام. انكلتوم انكلتوم امسك. افتح دريشك. ايه ايه وبتعرف شو عم حس اوقات؟ عم حس بتنميل. تنميل مغناطيسي. شو جايب لجيب؟ لك شو جايب لجيب؟ اخي حكيم اذا هالحالة ما رح نعرف نشتغل. شو القصة؟ شايف؟ ليك مختار اهم شيء تنتبه على الريا. ريا كبة. يا عم يلعب ورا، يا عم يلعب ورا. ضروري تعمل فحوصات. ان شاء الله ينجح. افتح دريشك بطبقني يا دخيلك انا مريض. دكتور ما بخفي عليك اوقات عم حس بوجع. وجع يا خلع نيعك خلع. افتح دريشك ضق فيه ضق فيه لالي. وين شو؟ بتعرف شو؟ بعدين وعم بحس بشيء عم بشكنا مثل السكاكين. ساحة سكاكين. يفتح دريشك بتشيل الهم عن الأرض. ساحة سكاكين. ايه يا سكاكين. حرارة عندك حرارة؟ هادي حرارة. فتح حرارة. دكتور معقول يكون في شيء بكبدة؟ كبدة نية. فتح الأكل. مختار بدك تعمل فحص بول. بول مكارتني. ورحمة. لأن ربما تكون معك بحصة. خليها بتصنط خاضية. شو هي؟ البحصة. ما في إلا بطبقني. راح بقون أكلت الفولاد ورح بقون. وبي يفتح تريسك بالله وسامح.